السلامة ومرحبا بكم ناس الكل في البرنامج ستارز في الحلقة الرابعة. حابين نشكر ناس الكل اللي تفعلتوا في الحلقات الأولى. ذكركم مشاهدينا الكرام للمشاركة في برنامجنا على ميل تاعنا هو thestars.tunisia@gmail.com thestars.tunisia@gmail.com ولا على فيسبوك تاعنا thestars ولا على شان يوتيوب داي مع thestars. خليك انت نشر. ضيفي اليوم في برنامج ستارز هو فنان الراب يانكو MC. مرحبا بيك يانكو. وبيك أكثر يا عاشك ومرحبا بالناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا. مرحبا بيك في برنامج ستارز. يا عاشك مرحبا ومرحبا بالناس الكل. عايشك يانكو. قبل ما نبداو الحديث معاك نتعرفوا عليك أكثر من خلال هذا البقية نعاود نرجعوا في برنامج ستارز. بن علي ياسين AKA يانكو MC 26 ans من تونس ارتست بروفيسيونيل خدمت تورني في تونس الكل جي 3 بلاس في الجي ام سي 2019 عندي ممبر دي فيو باهي عندي بريسك 14 كليب في الشين يوتيوب متاعي منهم كليب وصل 1 مليون دي فيو في المغرب و1 مليون دي فيو في تونس ورجعنا لكم بعد بوكري مرحبا بكم في برنامج ستار يانكو وي احكي لي على البداية تاعك كيفاش بديت؟ وانا صغير وقتها نتفكر وقتها في بريود دو ريفيزيون كنت ديما نحط موزيكا متاع جروب الماتادور اللي هما غرموني بالدومين متاع الفن وسيرتو في الراب يعني جروب كان يموتيفيني سورس دو موتيفاسيون ونلقى راحتي كي نسمعو واعطاني انسبيراسيون باش ندخل لدومين الراب. معناتها اسمك يانكو MC؟ يانكو MC والله هي حلمة ملي أنا صغير كبرت معاها وقاعد نحقق فيها. وأنا صغير يعني كنت مغروم بجروب اسمهم لي يانكو هو دومين دو كاسكادور والكاسكادور هي تدخل في الكاتيجوري متاع الفامي إيبوب دونك سبور توجد في أمريكا وفي فرنسا تغرمت به وأنا صغير خذيت الاسم متاعو يانكو كيف كبرت ودخلت لدومين الفن خذيت اللي يانكو القديمة معايا وزدت الام سي اللي هي ماستر اوف سيريموني سيد الايقاع. بيه يانكو وي قل لي يانكو تسمع شكون من راه؟ والله نسمع ناس الكل ناس الكل نسمعها واي موزيكا تجي قدامي نسمعها حاجة مسلمة. تسمع كل شيء نسمع كل شيء نسمع ليزارتيست توينسا ليزارتيست اوروبيان لي مغربان لي ستيل الكل خاطر اون فيت ارتيست راه لازم يقبل كل شيء. عندك شي فنان رابور معين تسمعه في تونس ولا فماش؟ لا في العالم كاين ماتادور. انا خاطر الحاجه اللي نحبها وانا قبل نبقى ديما نحبها ما نبدلش. واضح يانكو. بيه يانكو نحكيه شوية قديش عندك التمين تاعك في الراب؟ والله عندي بريسك 4 سنين تاعك 4 سنين يعني بين خدمة و بروديكسيون قاعد نقدم بشوية بشوية وقاعد كل مرة نعمل كرياسيون في الستيل تاعي وإن شاء الله اللي جاي ما خير. إن شاء الله. لو كنت تحكي لنا شوية عن الانتاجات تاعك. الانتاجات متاعي عندي غنية أدمي يامي اللي هي الغنية اللي يعني حلت لي برشا أفاق الغنية اللي وصلت بها 1 مليون فيو في تونس و1 مليون فيو في المغرب وعندي حاجات أخرين كيما عشيك برد يا أحمد كيما هز الوز كيما شبيك شبيني اللي خدمتها بالاشتراك مع وان هاج زيد سيرين هزيري نقدم لها تحية وان شاء الله بشويه بشويه قاعد نقدم وعندي جديد ان شاء الله قاعد نحضر فيه وان شاء الله ربي يسهل في كل ما هو ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق.
توا مشاهدينا الكرام باش تعطيو الفقرة التالون. قبل ما تعطيو الفقرة التالون نذكركم مشاهدين تشموا تشاركوا معنا وتتفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ثلاثة. تشموا تبعثونا مشاركتكم على طريق الميل تاعنا اللي هو thestars.tunisia@gmail.com thestars.tunisia@gmail.com. حبيت نشكر ناس كل اللي قاعدين يتفاعلوا قاعدين يحبوا يشاركوا معنا ان شاء الله في حلقات قادمة ان شاء الله تكونوا معنا وتكونوا مبسوطين في برنامج The Stars. توا نخليكم تعطيو الفقرة تالنت ونعاودو نرجعو في برنامج The Stars. في فقرة تالنت جبناكم فنانة جاتنا من الساحل من سوسة. قبل ما نرحبوا فيها تحية لكل مشاهدينا من الساحل من سوسة. خلينا نقول أهلا وسهلا بضيفتنا الفنانة الراب دادا. أهلا وسهلا. عسلمة. مرحبا ومرحبا بكل المشاهدين متاعنا والإكيب يعني. مرحبا بعزك أوسي. مرحبا بيك. مرحبا بيك دادا. نتعرف عليك أكثر. عملنا لك بورتري. خلينا نشوف البورتري اللي فنانة الراب دادا ونعاودو نرجعو في برنامج تستاس. دادا c'est le nom artistique, donc l'esme Fanny. Je suis une rappeuse, donc j'ai déjà une chaîne YouTube m'taï, Dada, chaîne officielle. Je suis aussi une danseuse de hip-hop, donc awel jury antha, yani chef de course de tahkim fil battle de hip-hop, fi juste debout, qbal, كنت من من الاوائل. Je suis aussi prof de sport, yani entraîneur de fitness, عندي صاحب قاعة الرياضة m'taï. في سوسا ستيبس. alors شاركت في العديد من التظاهرات الثقافية وتعاملت كمصمم رقص يعني كوريغراف مع بعض المخرجين في تونس, مخرجين مسرحيات وزادة سبيكتاكل يعني نظمتهم. وحاليا ما زلت نواصل في مسيرة الراب والرقص. رجعنا لكم بعد بورتري في فقرة تالنت وصيفتنا فنانة الراب تدا. تدا مرحبا بك. مرحبا بكم عسلمة. عايش. قل لي معناتها اسمك دادا؟ والله دادا بحكم انا يعني مدربة دونك راني صغيرات طفلة صغيرة يعني ما نجمتش تنطق الغا, دونك كانوا تقول لي غا تقول لي يا دادا دونك اي كابت ذا نيم, دونك خليت الاسم خاطر عجبني دونك دادا از كيوت مزيان هكا محلي سو خليته هو خاطر البنوتة عيطت لي. اهلا. بعد سمحني قصت عليك بعد بالصدفة, شوف الصدفة يعني ده الداداييزم طلع سي توت اون اكتيفيتي حركة كاملة ثورية يعني متاع فنانين يعني بعد بالصدفة طلعت تطابق فعلا الناس غبال ثورية وملتزمة في الفن متاعها معناه توميو جيت مطابقة عليها أنا زادك توميو بعد جيت بالصدفة الحكاية اللي يسأل ليش ما دادا اسكو عندها علاقة بالداداييزم ولا راهي صدفة كانت في محض الصدفة لكن صدفة جميلة معناه دونك كيفاش المجتمع قبلك انت؟ هذا موضوع كبير مش كان انا دونك فما بعض كان فما حضور انثوي اكثر شويه يعني توا في المستوى الراب ولا ثقافه الهيب هوب بصفه عامه خاطر كي نحكيوا على الراب راهو اليمون من اليمون تاع ثقافه الهيب هوب. المجتمع يمكن خير شويه من 10 سنين 15 سنه شويه يمكن مازال فما خدمه على العقليه خاطر سي توجور مال فيو une femme qui rap خاطر نتعارض شويه مع الصوره اللي عندهم على المراه اللي لازمها تكون هادئه زينه صوتها ما يعليش طريقه تعبيري على الغضب لازمها تكون سوفت معني. والراب ماك تعرف يعني زي حركه يعني بالعكس ثوريه جدا وفيها برشا طاقه وفيها برشا غاج فيها برشا ثوريه دونك الحقيقه مازال ما تقبلونيش كومبليتمون دونك ديما معناها كوسوسوا ما تقبلونيش مجتمع الناس فما مجموعه من الناس يعني شيخين وحبوا الفن والالتزام اللي نعمل فيه وفما يعني مجموعه اخرى مازالت ما تقبلتش كوسوسوا الناس عاديه تسمع ولا رابرات بيدهم لي زامسي الاولاد معني ديما طفله يعني مش متاعك ودو سامثينغ ايلس برا عرس برا اعمل شد كوجينتك سمعتهم برشا هذو مالي بوك توا ابرك شوي دونك اما فما تحسن الحقيقه مش نكون سلبيه جدا فما تحسن في تقبل المجتمع فما حضور انثوي اكثر شويه تاو قبل كنت اقرا واحده اثنين انا قبل كنت نكتب كهو جو زي با فير سورتير لي تيكست يعني ما نخرجش لي تيكست نتاعي توا كي كبرت يعني
خرجتهم معناها مي فما تحسن يعني مازال فما برشا خدمه برشا خدمه من رابورات بيدهم من رابورات بيدهم ليه خاتينا عاد نعرف نفادلك مش الكل غزمه فما صحيح فما رابورات زاد شجعوني وولاد ومعروفين وشيخوا على الخدمه نتاعي فما زاد علاش قلت فما وفما انا مازالت الخدمه متواصله ان شاء الله نتمنى لك نجاح وتوفيق عايشك الله يخليك عايشك انت اول جوج فيمينين من هيب هوب الدانس كومبيتيسيون في الرقص اي صحيح كيفاش من هيب هوب للراب صحيح هي احنا خاطر كي نقولوا هيب هوب كلمه هيب هوب مصطلح هيب هوب ما نقصدوش به كان الراب الهيب هوب فيه كاتر ليمون يعني كي نحكيوا على عناصره الكل اللي هو الام سيينغ يعني الراب الدي جيينغ الجرافيتي يعني كالرسم على الحيود والبريك دانس اللي يسمى تو بي بوينغ دونك انا كنت على باز انا معناها انا اكتور دو هيب هوب في الدانس نحب الدانس برشا كنت اول انثى يعني في نقعد على كرسي التحكيم في البطولات تاع الهيب هوب في تونس على 15 سنه التالي يعني قبل ما يتطور الحضور الانثوي يكون اكثر مكثف وخير ديجا دونك انا نحب الهيب هوب كثقافه كلها برشا ما يعرفوش تاريخ الهيب هوب واخذين عليه فكره من الاعلام مسبقه وماشي بينهم للناس مش خايبه الناس مش باهيه الناس صايعه مش نستعمل سامحوني على المفترض بصا معناها صعلوكه لا الهيب هوب هو سي اون فيولونس فيزيك تخدوي اون فيولونس ارتستيك يعني عنف جسدي تم تحويله الى عنف فني دونك هي في حد ذاتها حركه ايجابيه العكس يعني في عوض ما تتغشش ما تضرب ما تدروغي ما نعرفش انا تنطر تعمل غشك الكل ومشاعرك السلبيه الكل تمشي غادي تمشي للراب تمشي للدانس تمشي للبريك دانس تمشي للتصوير هذاك دونك هو اعلى يسمى في الفلسفه دونك بالعكس هو حركه ايجابيه ماهيش سلبيه تم تدويرها من بعد خاطر ولات امور اندستري كي تدخل الاندستري والفلوس فورسيمون الحركه باش تاخذ طريقه اخرى لكن العكس دونك انا نحب الهيبوب كل تحطني قدام جرافيتي نشيخ تحطلي لي زيليمون نتاعو الكل نحبهم بعد الرقص نحب الراب من يوم 16 سنه كتبت لي تكست ما خرجتهمش كالعاده بنيه ونخاف ونحشم مش نتاعك وسايب ما كانش عندي الشخصيه القويه كيما توا باش نوصل خرج مره عملت نحب انا اول سكول برشا دونك نحب الراب الملتزم كي ريت الراب يعني تم تغيير وخذي طريق اخر تغششت عملت تيتر لولاني دادا شارجو استيتيك للضحك للفان يعني فالفان ما كنتش نتخيل روحي باش نكمل كارير يا اخي نتفاجئ ان قتل زهبتو يعني امبوكل وصحابها دادا رانا رينك في التلفزه ما شاء الله اكسيتيرا شخت ايه وقالوا لي واصل وديفلوبي وبدل وما غادي انطلقت الكارير نتاع الراب قلت بوكوا با ديما نطوروا وديما نتحسنوا فما تحسن ديجا كي تشوف لي تيتر نتاعي عشان فما ومازلنا اون ايفولو ماني الانسان ديما ايفولو ديما يتطور ماني دونك خاطرني نتغشش على الراب كي راه سطحي ما تخلقش سطحي هو ما نجمش نفهم السطح فهمت دونك هكا هاو دونك انطلقت من غادي الديفياسيون من الرقص الهيب هوب للراب دادا شين سمعنا اخترت تيتر بيي ديبرويار صحيح هو بالفرنسي اما حكيت فيه على وضع تونس اللي هو مازال متواصل للتو للاسف دونك علاش اخترته هو حبيته هو يتعدى فكلكم تنجموا تشاركوا معنا في برنامج ستارز طريقه المشاركه على طريق الميل تاعنا stars.tunisia@gmail.com stars.tunisia@gmail.com ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه على فيسبوك ستارز ولا على شين يوتيوب تاعنا نتعطيو نسمعوا موسيقى تادا ونعرضوا نرجعوا في برنامج ستارز Même si elle est dure, défonce la mâchoire, on marchera avec toutes les douleurs noires. On peut paraître agressif, nous orienter, c'est parce qu'on est vivant. On veut avancer, améliorer, changer, progresser.
Même si le cœur est fatigué, brisé à la recherche de ta dignité. Des aiglons doués, agités, cherchant liberté dans un nid qui empêche de voler au pays et des brouillards pour pas être traité de sales bâtards. Finiront en tolard, son gosse vont les jasmins sur le trottoir. Chaque jour après l'école, pendant les heures retard, cette dame au visage blafard se tapera à tous les tafs dérisoires pour pas finir une pute dans un bar. Au pays des brouillards, ils sont les débrouillards. Traitez-nous de terroristes, nous les docks et les solistes. Au pays des brouillards, ils sont les débrouillards. Traitez-nous de terroristes, nous les docks et les solistes. Au pays des brouillards, on se lève pas pour être des richards, mais pour la liberté, la dignité. On a nos vices comme n'importe quelle société. Ça fait pas de nous des losers, des non-civilisés. On est des survivants, au cœur de Lyon, des militants avec de vraies positions qui peuvent commettre des erreurs et si de bonnes intentions. Seul d'avoir un demain brillant pour lui et ses descendants. On est trop en avance par rapport aux conditions, trop développés pour un environnement stagnant. Un décalage, un malaise étouffant qui rend même nos silences super brouillants. يعطيك الصحة دادا. Thanks. برافو. عايشك. عايشك. دادا شنو هي أول أغنية غنيتها في الراب؟ كانت هذيك هي اللي عملتها جوست على الجو دادا شيرجي استيتيك. كانت باغودي يعني فيها برشا تنبير ضحك برشا هي ما كانتش يعني سيريوس برشا جدية برشا. انقضت فيها وقتها عام 2012-2013 التعليم. علاش؟ خاطر نقد فيها ديريكت منظومة التعليم بطريقة ضحك مضحكة جدا يعني كي تتفرج باش تقول هاي تافهة وهي ديب 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 برشا. علاش؟ خاطر انا ديما بحكم تعاملي مع اطفال كمدربة وسي خاطر مانيش رابوز عندي دوتر كاسكيت حاجات اخرين. ديما نقول الطفل هو راس مال تونس واحنا لتوا ما صلتناش الاضواء على الطفل. وكليت المنظومة تراجعت برشا واللي هي عند دور كبير في تكوين الطفل تغششت. دونك كي للاسف شعلينا في الاسباب هذاك موضوع اخر ما فما تراجع للمنظومه التعليميه مع مشاكل شارع كثرت برشا مع عولمه مع انترنت يعني الاطفال المراهقين راهم ضايعين. دونك دادا شارجستيك كنت نقد رهيب معناها للتعليم وكيفاش تراجع الاسره دور الاسره من جهه تراجع المنظومه التعليميه وكل انسان عنده يعني اتصال مباشر بالطفل. دونك ايماجين عندك طفل صغير قدامه الدنيا الكل ما عندوش تعطير شنو ياش شنو نجم يصير للبلاد؟ والطفل هو راس مال الغدوة تونس. إذا كان حبوا تونس تولي جابون والمانيا، أون دوا فوكاليزي سيغ لي زونفون. هما لي غدوة. نحنا للأسف مازلنا ما حطيناش حتى حركات يعني في اتجاه الطفل، مركزين على السياسة الغوفرنمون من الفوق، حتى السياسي اللي أنت مش عاجبك هذاك شكون؟ كان الطفل متاع البارح، كيف كيف؟ كي تطلع أنت طفل يطلع لك سياسي ملتزم ويطلع لك سياسي وطني ويطلع لك سياسي يجيك في الكار في الوسط ويطلع لك طفل في الإدارة يخدم على روحه يطلع لك يطلع لك يطلع لك يطلع لك دونك سي لي زونفون. أنا زاد كي خرجت الأغنية نتاع لي سيمون فلوري حكيت على يعني توسكي يعني اللي خارج والمشاكل وحاجات هذوما الكل. وصلت وقتها باش نتعدى على الكونسي من بعد وقفت معايا بروف المات باش سلكتها يعني. تعرفت وقتها في الليسي الأيامات هذيك يعني مشيت بالقديه بالقديه أما قصيت البريود هذيك رجعت كان بعد بريود أخرى
أما الظرف هذاك يعني خليني نتعرف في الليسي وخذيت سكسي كبير بالغناية، ذكرها اسمها ليسي مونفلوري هي الغناية. فما إيجابيات، احنا جست بعد الثورة كي تونس تعديت بال احنا لتو مازلنا فيها معناها انتقال سياسي وسوسيولوجي كبير، مازلنا لتو هنا نتخبطوا فيها المشكل السياسي، هذاك مس بعض القطاعات للأسف من بينها معناها المنظومة. ديتك الصغيرات يعني طفل عصري تطور برشا، منظومة مازلت لازمها برشا مراجعة معناها. دونك تغششت معناها هكا، علاش كان التيتر 2012-2013 نفكر بريود مليح، قلت الناس كلها بالسياسيين وصغار ضايعين، يعني كانت فريمون 2012 اول ما صارت الثوره الجرايد الجيران نحكيو كان سياسه، وتم يعني نسيان بعض القطاعات والمشاكل الاخرى. دونك داير التو دا باش تسمعنا حاجه لايف في ستايل صغرون هكا في صافي سميته خنار، نسمعو خنار خنار يلا. Yo, Dada on the mic, let's go. حل الضو. Here we go. Hey, خنار. والله خنار. خنار خنار في بدني مخي شعل النار، خنار دار يعرفوا كان الفار الخائن الحفار الشي منا فينا كان غرقة السفينة قتل الارواح يمشي اللي تفينا ولادك كلب ضحكوا علينا الشي ما تبدل شي مبراتك عرير نفس الاخرى يا بصاص خوك صدروا للرصاص ورالك روم وتنبر على القصاص خلوك رقاص تنحي اصحيح من الراس وين مشين بسركلين بالمنات مسلسلين الى متى سكتين بلعين مغمضين يعفسكم في الساقين بالبابا ضايعين على القضية ميعين أح أحلمكم قتلوها عي عي عينيكم طزوها جا جا جركم سرقوها صح صح صحتكم سلوها دا دا دارسكم هدوها 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 يو راني مسلسل قلبي مغلغل إذا متى سكتين قدام كمشاه فاسدين وو وو برو تركز خطرني طفلة برو تنسى علاش حسيت بالخنقة برو علاش لزوك للحلقة برو علاش لمي ما تبكي برو ركز في كلامي كيفك صار قولي أحلامي الحق يتسرق أرض تشطب لحم تتفلق سكوت تنصتوا ديار والحيوت كلانا الفقر الضبوط سوفها جوبنا لاهين بالبزاز الوترم يقطوا فيكم في اللح ومشبينا أشبينا على هلا السكتين على حق مغمضين اي الى متى ساكتين يو the end يو يو يعطيك الصحة تادا، يعطيك الصحة على الفريستايل. ميرسي شافي دو بيان الفرهد والله الفرهد كي تبدا مغرب فرح وفرح والله والله تفهمني كي نقولك تفرهد فرح وفرح ان شاء الله فيما اهم امين يا رب في زرق ما اقوى تاتا فما فما بنات في تونس يعملوا في الراب فما اما نتصور فما في الحوم برشا يمكن مش واصلين برشا والاكثريه ما يكملوش الحقيقه نعذره ما ننساوش احنا مجتمع عربي دونك باش تلقى راجل يفهمك يخليك تمارس بعد العشيق او الحبيب او الزوج بعد تولي امور اخرى مانيا سي با فاسيل مش حاجه سهله المراه باش تمارس حاجه كيفها كيف مجتمعات كيف مجتمعاتنا مش حاجه سهله بالكل يعني تتعب شوية في العلاقات العاطفية متاعها تتعب برشا دونك ترسيلة يا تختار يا حياتها يا فنها معناها سي ديفيسيل وكاو. أما فما بنات ما يمنعش نعرف برشا بنيات محليهم في الحوم خاطر نتبع شوية على اليوتيوب الحقيقة وراهي فما دي تالون هكا فما تونس معبية راهي دقات معبية بصراحة برشا شلي كاملو شلي كاملو خاطر سي امبورطون باش نعطيو ايماج دو فام كي بيان مش نعطيو صوره المراه معناها السطحيه الفارغه علاش نجم نكونو زوجه وحبيبه ومحلانه ونقومو بواجباتنا الزوجيه ولا العاطفيه ونكونو قويين معناها ما يتنقضش معناها حنا ديما لازمك اوفرت اوفرت اه فما توازن لازمك تقوم به معناها انا ما من التوازن انك تحافظ عليه دادا علاش في الاعلام التونسي نشوفوا حضور رجالي اكثر حضور رجالي اكثر في الراب خاطر في الميدان بطبيعته فعلا هو الحضور الاولاد في الراب اكثر من البنات صحيح فما تحسن راهو على قبل فما بنات اكثر تاو لكن باقي يسمى العدد
أقل برشة من رجال لازم سيلة أولاد. معناه هذه النقطة الأولى، أسباب الأولاني يرجع لأنه حتى في الميدان زادة كيف كيف الأولاد أكثر. والحاجة الثانية اللي البنات ما الأغلبية ما يكملوش، قلت لك الضغوطات الاجتماعية على المرأة ما هيش سهلة كسوة بها وما أنا بالعكس أنا جد لا شانس يعني محظوظة نوعا ما اللي عندي عائلة يعني تحترم الفن تحترم الثقافة، أخرين للأسف ما عندهمش الحظ هذا. برشا بنات أمها ما تخليهاش بوها ما تخليهاش تصير لها مشاكل في الحومة، حبيبها ما يخليهاش اكسيتيرا، دونك ما يكملوش. دونك فورسيمون في العلاقة ماكش باش ترى برشا إناث معناها في الرابعة حاضرة وما يكملوش. هذا أبار الضغط الفيزيولوجي يعني مش تولي تولد مرا أم برشا واجبات عليها فهمت، دونك والضغط الاجتماعي والنظرة الاجتماعية راه ديما حادة معناها ديما حادة معناها وفي اي حاجه رجاليه تعملها ديما حاده. هي بوب تاع رجال هانس تاع رجال، انا لا باز مهندسه دون بلوس تاع رجال زيد ان جونا كي تاع كل شيء تاع رجال يعني شنو نعمل ما نخدموش ما نبنيوش. دونك اي ميدان تاع رجال راهو كاسح، انا عشتهم على اربع صراو بالحق كاسح يعني ها مهندسه يعني على باز وخدمت مهندسه يعني في المعامل وفي شركات ومو مو هيب هوب ولاد راب ولاد يعني نحكي لك شو يعني نحكي لك شو الضغط مش حاجة سهلة. أما هذا يمنعش أنا فخورة بنفسي فخورة ببعض البنيات الباهين اللي قاعدين يعطيو في مثال باهي على المرأة مش خاطر الراب راهو معبي نحكيو على مشاكل اجتماعية نحكيو على مشاكلنا نحنا زاد خاطر صوتنا مش واصل خاطر المايك اللي سوفون رجالي معناها نسمعوا المشاكل متاع الأولاد ومشاكل احنا من غيبة حازم نقعد في طاولة نحكيو مانيش ضد بعضنا، هذه تفكير خاطئ جدا مانيش ضد بعضنا مانيش ضد بعضنا بالعكس ادم وحواء يعني الاسره هي الخليه الاساسيه للمجتمع كي نقعدوا على طاوله ونحكيو باش نلقاو حلول مانيش ضد بعضنا لازمش السيستم فول اس يهبلنا راه مانيش ضد بعضنا بالعكس وباهي كي نحكيو على مشاكل نسيف المايك رجالي شالا تاتا نقاو كيما انت فنانين الراب نشوفوك نشوفوها في الاعلام ان شاء الله ان شاء الله علشان أنا بالعكس أنا نحث الطاقات الأنثوية برشا 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 وماذا بيا تكون يعني نأكد ونعاود على البنات كونوا معبين في قلوبكم وعقولكم قبل ما تكونوا معبين في القلم وإلا بالشهر كونوا معبين هنا النية يعني وي عندكم نثيفة على دادا والله التيران يستحق الحضور الأنثوي و هما ديفيتيرينج نجحوا ما بين فيمينا وماسكولان أكثر من اللي فيتورينج اللي قاعدين يتشافوا ويسمعوا البريود هذه وإن شاء الله تتبدل الإيماج وإن شاء الله ياخذوا حظهم أكثر ويوصلوا ويعملوا اللي ما عملوهوش قبل. يانكو عندي سؤال وي. حكم انتي رابور وتمثل الامسي الأولاد نسمع فيه علاش ولاد دون جنرال حتى كي تعجبوا حاجة مع الطفلة ما قدام صحابه الأولاد ما يقولش راي عجبتني خايف لا يتكركر علاش؟ والله فما علاش ما عندش موقف اي خدمه بها وعجبت ولا خايف من الاولاد ولا كاركرو خاطر موجوده هذه ما بين الجروبات فما خوف هاي خايفو بارلي دو سا دوفون لا كاميرا فما نوع من جهه من الراسيزم ضد البنات ضد البنات فما جهويات بالضبط هاي فما جهويات فما مونتاليتي مونتاليتي هي الحاجه البرينسيبال حتى اللي تعجبه الخدمه يقدم صحابه ويخلي لوبي مونتاليتي روحه مش صحابه ما يكركروش مونتاليتي ذيك علاش الغرب هما ألف سنين القدام منا احنا لا هو نحن محلنا علاش لا لا فما اما عندنا برشا خدمه لازم تتحسن وكا اما وين انا حشنا ب100 نحن كي بداو 10 باهين و10 دوك يتهزوا 10 و10 ويهزوا 10 سلو تخبالي لا ان شاء الله ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله مش هل تتبدل التصويرة هذه جملة نبدأ برواحنا نبدلوها نبدأ وقتش بل ما الناس تبدلها نقصد نحن كفنانين كرابرات نحن عندما كمسي بارنو مام أنا دجا كنقابلوني ما نيش في جهويات كي تعجبني خدمة نقول تعجبني حاجبني نقول بنينة معناها على الخدمة نبدأ برواحنا أفوق بل ما نطلب تغيير من الناس ولا من فنانين آخر ولا من رابر آخر برا نعملوه ديفي تقبل ديفي فيش ديفي نعملوه ديفي اي بي نعملو ديفي في احنا نتغيروا معناها ليه احنا نغيروا انا ديجا نغير في المحيط متاعي قاعده نغير انا اول واحد من الناس باش نبدا نغير من تو علاش قلت لك نبداو بينا نحنا خاطر ياسر نحنا نطلبوا التغيير من الغير ونحنا ما نقوموش به هذه مشكله مجتمع كامل تونسي راه نحبوا التغيير في الاخر واحنا نقولوا في با مع روحنا انا المشكله ما جاتنيش الكا هذه قبل
أول مرة. أما إن شاء الله عجبتني منك قلت نبدأ بيها. إن شاء الله. كانك وي تقبل تعمل راب مع بنية رابوز؟ بالطبيعة ديجا أنا عامل فيتورينج مع رابوز. يعني ماشي جديدة حاجة بيه بس يلا دخل. بيه دادا يعطيك الصحة كنت معنا. كلمة ختام شو تحب تقول؟ عندي برشا كلام، انا كلامي ما يوفيش واخباري ما يوفيش وهذا ما يوفيش. عندي كلمه برك ديما نستعملها، قاوموا قاوموا ريزيست، قاوموا قد ما تقدروا. هذه هي الشغل كلمه ديما نختم بها انا ديما في الفم. شكرا ليك غادة، تحيه ليك، تحيه لكل اهالينا في 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 سوسة. تذكر مشاهدينا الكرام تحبوا تشاركوا معنا تجوا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك ثلاثة، وتجوا تشاركوا معنا على الميل تاعنا ثلاثة.تونسيا@gmail.com ثلاثة.تونسيا@gmail.com ولا على شين يوتيوب تاعنا. شكرا لك دادا، نتعداو كملوا الحديث مع يانكو ام سي. بعد فقرة التالنت رشعناكم في برنامج ثلستارز، أذكر مشاهدين تشبوا تتفاعلوا معنا عن طريق الميل تاعنا هو ثلستارز.تونسيا@gmail.com هو الميل تاعنا باش يشاركوا فينا في برنامجنا للمشاركة. أيضا تشبوا تتفاعلوا معنا عن طريق صفحة رسمية على فيسبوك ثلستارز، وتشبوا تعملوا كومنتيخ على شين يوتيوب تاعي. مثلا متواصلين ومثلا معنا الفنان تاع الرابور يانكو ام سي. يانكو مرحبا بيك. وبيك اكثر، يعيشك. عايشك رحت اليوم بالقداء. اكيد اكيد احنا تو بنسامحوا بيك اكثر، سمعنا في ستايل واضح. يا لقيت راحتي مع غيرك، اما اخترت تعبي معك، سيبت الورد اللي قدامي ومشيت عالشكورك. صحة ليك صحة للوقت اللي عطاك، تعمل لمسية ما عاش نحب نراك. لقيت راحتي مع غيرك، اما اخترت تعبي معك، سيبت الورد اللي قدامي ومشيت عالشكورك. صحة ليك صحة للوقت اللي عطاك، تعمل لمسية ما عاش نحب نراك. رد بالك نهار تحقر الراجل لاختك، هو جرد ستيلو يوصل لي عمر شاك. الفلوس لي ما يجي وشي قدامه هناك، الدنيا تدور كيف ما يتعبى يفرغ الساك. انت عملت لي قالك مخك وحبيتو، ما سمعت كلامي ليك طيشتو برميتو. يا خسارة على الحلم اللي عليك بنيتو، طلع وهم حلت عيني ما لقيتو. من حقك تحلم اما مش في المتناهي، كنتش معايا في الخايب كنت معايا في الباهي. ساعة ما يبانش عليك لي مخك هكا داهي، ممل والقل لي الحكاية هكا راهي. زعم الدنيا ولا زهر اللي هكا حطني مع ناس ماهيش ناسي، هكا قبلتني اللي قال الدنيا دروس اجت صنتني. هاني علمت الدنيا مش هي علمتني، لقيت راحتي مع غيرك، اما اخترت تعبي معك، سيبت الورد اللي قدامي ومشيت عالشكورك. صحة ليك صحة للوقت اللي عطاك، تعمل المزية ما عاش نحب نراك. لقيت راحتي مع غيرك، اما اخترت تعبي معك، سيبت الورد اللي قدامي ومشيت عالشكورك. صحة ليك صحة للوقت اللي عطاك، تعمل المزية ما عاش نحب نراك. يعطيك الصحة يانكو على الفريستايل. يعيشك، سي افيك بليزير. مرحبا بيك يانكو. قل لي يانكو، شو شو مواضيع غنية في الراب؟ والله أنا مختص في توسكي نيجاتيف نقلبو بوزيتيف، سوا إحباط سوا ديبرسيون، نبدلها إنرجي بوزيتيف هكاك، نفيد روحي ونفيد العباد اللي قاعدة تسمع فيا. قل لي توا باش نسألك كيسيون، يانكو كيفاش ترى الراب تونسي توا؟ الراب تحسن على الآخر، ويعني في سورس دو موفمون كبيرة على الآخر، وعجلة قاعدة تدور كومي الفو أكثر، وبيسك يعني ما برشا تطورات نتاع الانفو، توسكي تصوير توسكي تسجيل،
بسكي كومبوزيسيون يعني فرق بعيد بين كان الراب السنوات اللي فاتوا والوقت الحالي والوقت اللي باش يجي. في الختام يانكو شنو تحب تقول سي تابون في؟ نحب نقدم تحية للعباد الكل اللي آمنت بيا، العباد اللي تحبني اللي تسمع لي اللي ديما تشجع فيا. نحب نقولهم إن شاء الله يجي نهار ونشرفكم ونوصل للي حبيتوه أنتم وأكثر. وتحية للإكيب اللي قاعدة تخدم معايا، تحية لبرشا عباد عاونتني. نحب نقدم تحية لخويا سيراز الساحلي، جيناز بزنيقية، حسين كحلاوي، العباد برشا عباد عاونتني توسكي يعني في التصوير ولا في التسجيل، استوديو دبليو برودكسيون، عفيف شريف زادة، برشا عباد قاعدة تعاون فيا. إن شاء الله نهار نوصل ونعمل اللي حبوه. وسيرتو ديديكاس مدام سميح كريدين وأنيس قربوج اللي هما يعني دزوني بالقدي بالقدي باش وصلت ليلة. يعطيك الصحة، شكرا ليك اللي بيت دعوتها في برنامج تستارز. يعيشك افيك بليزير، وإن شاء الله نقدمه ونشوفه بعضنا في ما أهم وما خير وما أحسن إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هكا نوصلوا لختام برنامجنا، نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. قبل ما نودعكم، ذكركم للتفاعل معنا، تشوفوا تتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك تويسترز، ولا تشوفوا تشاركوا معنا اكثر على الايميل تاعنا tristars.tunisia@gmail.com tristars.tunisia@gmail.com الايميل تاعنا احنا، ولا تشوفوا تتفاعلوا معنا اكثر على الشير اليوتيوب. شكرا للناس كل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، فما برشا من الناس يشاركوا معنا، ان شاء الله على قريب تكونوا معنا ان شاء الله. في الختام خليكم مع موسيقى بلاي باك يانكو ام سي وليلى لي، تسمعنا بيكم الان، وقول لكم باي باي. تعبنا جرينا ملقينا شي، ليلى ليلى لي مانيش ولاد البيا حي، ليلى ليلى لي تعبنا جرينا ملقينا شي، ليلى ليلى لي مانيش ولاد البيا حي. شيخ في راسي محب نجيب الماني، خايف لمباسي وامي تبقى تعاني، نكتب احساسي والكلام معاني، بابا خلاني للشارع اللي قراني. شيخ في راسي نحب نجيب الماني، خايف لمباسي وامي تبقى تعاني، نكتب احساسي والكلام معاني، بابا خلاني للشارع اللي قراني. واحل واحلى نحلم بتورينو، والدنيا كحلى والمستقبل وينو، مازالت رحلة والعمر بيعينو، في شي ما فلحنا في العروق جوينو. فراري فراسي تقلع كالديماري، موزيكا تشنع نعمر بيها داري، نكتب فصراري خايف يوف احباري، في الدنيا نحار مشعل فيها ناري. يا 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 عندي امي الغالية، يا 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 الباقي نخمم في الفيزا، يا يا ليلى ليلى لي تعبنا جرينا ملقينا شي، ليلى ليلى لي مانيش ولاد البيا حي، ليلى ليلى لي تعبنا جرينا ملقينا شي، ليلى ليلى لي مانيش ولاد البيا حي. لا تحاول صديقي أن لا تحاول، تركيبة بريمي وتغشينا في المقاول، كرسي وتواول جموعة تفلح في الفاول، بعينيك تشوف النجوم واستقوايل، تغير على الخشم رجعت زرت بلادي، زرت سمعة الوكر العزيزي نادي، خفت المكرة يفرحوا بك سادي، رغم لقيت الغناء في غربتي وبعادي، ناس فقرها على ظهرها مرزنها، ناس بكنوزها لنكرة بردمها، ناس بسكتها من واوية تفهمها، وناس بكلامها لا فما شكون فهمها. عالم غريب كل يوم يزيد يحيرني، فيه اللي تتباس تتحب خاطرها تفرني، بخلاف امي شي ما يصبرني، نقطة وارجع لنعبرك لا تعبرني. يا 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 عندي امي الغالية، يا يا يا, يا الباقي نخمم في الفيزا، يا 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 عندي امي الغالية، يا 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 الباقي
نخمم في الفيزا. ليلى 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 تعبنا جرينا ملقينا شي. ليلى 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 منش ولاد البي حي. ليلى 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 تعبنا جرينا ملقينا شي. ليلى 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 منش ولاد البي حي.